حرفيا. مساء الخير يا اصدقائي الاعزاء، اليوم من بيست وردة. بس شوفوا اليوم من ويانا روي الغالي، روي من الناس اللي علموني بالبدايه، طبعا من سنتين سوينا على هذا الكيس، راح نحسن. وشوفوا منو الغالي، كميل طانيوس، يعني مخرج المبدع الحب الغالي. حبيبي شوف كيف صرت فلسكي. انا كيف صرت بطل هو صح؟ حسن لا والله لا هو بيعرف من زمان. هلا راح تشوف، هلا راح تشوف. هلا 20 سنه بعمل سكيز. ايوه يعني اليوم بس انا مبتدئ فيكم. وحبايب سيا، شو يا روي؟ اهلا اهلا. شو كيف كانت النزله؟ والله فاجأتني صراحه بالنزله. تحسن منيح، لا سريع، نزله طويله، اداء جيد. هاي النزله مش هينه شويه كثير يعني. لا بلوه. هلا رح نعمل احسن، هلا رح نعمل ريد تو بي جود. اي والله رافع راسي هاي الريد. طبعا شنو اني مسويها؟ لا انا نازلها الريد مره بالمزار. ايه نازلها وياره. ايه بس بالتعب. ايه بالتعب. يلا معلش نتعب حتى نتعلم. يس ما في شيء على الهين. اي واحد يتعب يتعلم.